ولمناقشة انتهاكات النظام الإيراني ضد المتظاهرين ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من لندن المتخصص في الشأن الإيراني السيد محمود أحمد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي العزيز. سيد محمود، رغم القمع المستمر من القوات الأمنية في إيران للمتظاهرين إلا أن التظاهرات تنتشر وتتسع رقعتها، كيف تقرأ هذا المشهد من القمع والذي يقابله إصرار من المتظاهرين؟ أخي، الانتفاضة هذه أصبحت ثورة، ليست انتفاضة، لأن هي يوميا مستمرة. وبعد مضي 3 شهور، أو تعرف السنين الإيرانية، وهذا اللي أسقط النظام الإيراني السابق الشاهنشاهي، اللي أربعينيات دائما مكررة، مثل ما تعرفون أنتم، كل الشهيد اللي يسقط يوم 40 يمر عليه ايضا تطلع نفس المشكله للنظام. اذا وعشرات اللي يسقطون يوميا بين جريح وشهيد، فالنظام بعد ما يتمكن يسيطر على الامور، يعني فاتت الفرص اللي ذهبيه كان بامكانه يرضي بعض الجهات، لكنه فقدها كلها. والان استمرت المظاهرات الليله بطهران، تقريبا 10 أحياء في طهران مظاهرات موجودة، وعاصمة جيلان هي رشت، اللي مسيرات طويلة عريضة بالشوارع. نعم. غير المدن الأخرى اللي موجودة عندنا بالأحواز، مدن الأحوازية، مدن الكردية مستمرة، مدن البلوشية مستمرة دائما. نعم. في المقابل، مع تزايد الإدانات الدولية لانتهاكات قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين، الحكومة كما يبدو واضحا مستمرة في سياساتها القمعية ضد المتظاهرين بتنفيذ بعض أحكام الإعدام وبمحاولة الضغط أكثر على وردع المتظاهرين. هل تعتقد بأن العقوبات التي تفرض على إيران لم تعد رادعة وبأنها تريد أن تفرض نفسها بالقوة في الشارع؟ ليست عقوبات الواقع على إيران، هي مزحة. ولا العقوبات إيش هي؟ اللي 30 شخص 40 شخص محرومين من السفر إلى أوروبا، هذا هو، مش أكثر. ما عملوا عقوبات على إيران، لكن هي مستمرة، النظام الإيراني مستمر بالقمع، ولا عنده حلهم غير القمع الآن. ليش؟ لأنه أي تراجع من إيران خطوة إلى الوراء تسقطه، ولهذا هو مستمر بالقمع. والشعوب في إيران مستمرة بالتحرك، ومستمرة بحصار الشرطة وحصار الأمن وحصار المراكز العسكرية، وإن شاء الله لم يبقى طويلا أكثر من هذا بعد التطور. نعم. النظام في طهران يقدم نفسه على أنه يحافظ على الأخلاق وما إلى ذلك، لكن بحسب التقارير الحقوقية تمارس سلطات النظام التحرش في السجون ضد النساء، كيف يمكن فهم هذه الازدواجية؟ طبعا النظام هو نفسه هو المشرع للفساد، هو المشرع للإجرام والاغتصابات. أن تعرفون حضرتكم ماذا يجري في إيران قبل أسبوع، وأحد القيادات الطهران تحدث عن 10,000 امرأة بالشوارع موجودة، وقبل ذلك تمت تقارير عن بيوت تكرم للدعم موجودة في طهران. فالنظام الإيراني هو ما ليس صادما في هذا فيما يقول، والرجال الدين وهم اللي فاتحين مكاتب للدعارة الشرعية، مكاتب في مشهد وفي طهران وفي غوب، وحتى في البلدان التي نفذوا فيها مثل العراق ولبنان وسوريا. نعم. النظام ليس صادقا وليس نزيها، حتى هو يطالب برفع هذه الإشكالية، بل هو أكثر. تعرف حضرتك حتى بعض النساء اللي يحكمن بالإعدام هم يحللون العمل معها على أساس أنه ثواب لهم وثواب لها، ويرتكبون الجريمة. فهذا هاي هي ديدانة رجال
ما يسمون برجال الدين، هم ليسوا رجال دين، هم رجال زرتشتية وتلبسوا بالتشيع من أجل تسيير أمورهم. طيب دخول المتظاهرين عبر التهريب إلى كردستان العراق للعلاج، لماذا يهربون إلى كردستان؟ هل يخشون القبض عليهم في المستشفيات ومن ثم محاكمتهم؟ نعم، محاكمتهم ومحاكمة أي واحد يعالجهم، لأن هناك امرأة طبيبة الآن يحتمل أنها يحكم عليها بالإعدام، اللي اعتقلوها بسبب أنها كانت تخرج من المستشفى وتعالج بعض الجرحى في البيوت. فهم هذا دائما كان هكذا، أو حتى في زمن في السنة الأولى لسلطة النظام هذا كان يفعل نفس الشيء عندنا في مدينة المحمرة، وكل جريح ينتقل إلى البيت يعتقلون صاحب البيت ويعتقلون أي واحد يراجع له. نعم، وبالتالي التظاهرات مستمرة كما تعتقدون وتتوقعون أن تستمر أكثر في ظل هذه الانتهاكات وظل هذا القمع ضدهم. هذا ما نتوقعه، خصوصا وأن الغوريات غير الفارسية هي أصبحت صاحبة القرار بالشارع الإيراني. أمس كان لدينا في لندن مؤتمر ل14 تنظيم للأحوازيين والتركمان والترك الآزريين والكرد والبلوش هنا للتنسيق والعمل المشترك في داخل إيران وعلى الساحة الإيرانية. أشكرك جزيلا المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.